كافي لازم تطلعون. شوفوا هاي نسوان طلعت وانت شواربكم ما اهتزت ومزلم قاعدة بالبيت، واحنا نسوان وجايين نطلع ونظاهر. كافي قوموا، كافي كافي سكتة، قوموا. طبعا صدق اختي، طبعا شكرا شكرا على هذا الفيديو وعلى شجاعة بعض النساء العراقيات وهاي الغير العراقية اللي احنا نعرفها. فرب يكون بعون شنو ان شاء الله منصورين. احنا بكل محافظتنا جاي نطلع وجاي نظهر وجاي نوقف ضد الفساد، حالنا حال كل محافظتنا العراقية، وان شاء الله يلي وحده، وان شاء الله العراقي ياخذ حقه كامل 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 بدون اي شيء. احنا ضدها سلمية وما اريد تتدخل بها، يعني لا قتيل ولا صار بها عنف ولا صار بها ميليشيات ولا صار بها رمي بالشارع وصير طائفية وصير قتال وصير الشرطي يضرب المواطن والمواطن يضرب الشرطي وتدخل عسكري وتدخل الدولة وتدخل غير دولة لا احنا ضدها سلمية. وهم يتفهمون الوضع وراح يطلعون اول وتالي يطلعون، لو تنقلب الدنيا يطلعون، وذول الشهداء اللي راحوا يطلعون من عيونهم واحد واحد. احنا عراقيين من نسكت عن حقنا مهما يصير، اوكي سكتنا بما بيه الكفاية، وهاي المرة يعني نهضة حق، نريد حقنا، نريد حق المواطن العراقي اللي مسلوب، وذول الشهداء اللي راحوا ما تعوضونهم لا انتم ولا كراسيكم. اتمنى توصل الرسالة لكل شخص يطلع بالمظاهرات، انسان سلمي ويحب بلده، وهم تجاوزوا عليك بعنف بشي انت باخلاقك تجاوز عليهم. هذا العسكري هم اخوك وهم عنده اوامر، احنا ما رد نصير عركة بين العسكري وبين المدني، لا انتم اخوان، كنا اخوان، احبكم واموت عليكم. وتابع الفيديوهات راح ننزلها بعد واموت عليكم، وخلونا لايكات خلي نشوف العالم اللي دي يصير. احبكم.